عزيزي المشاهد، مساء الخير وأهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والإيمان. أكتر منطقة زاخرة بالعنف والإرهاب والدماء هي منطقة الشرق الأوسط، ويمكن ده بيخلي ناس كتير تتساءل لماذا هذه المنطقة بالذات تمتلئ بالعنف والإرهاب وإراقة الدماء. هل في علاقة ما بين الفهم الخاطئ للنصوص الدينية وما بين العنف اللي احنا شايفينه؟ هل في أفكار خاطئة عن شخص الله؟ هل في صراع مطلقات بصورة عنيفة في هذه المنطقة من العالم؟ ده اللي احنا هنحاول نشوفه وندرسه ونسلط الضوء عليه في حلقة هذا المساء. يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم نيافة الأنبا ماكسيموس. أهلا وسهلا بوجود نيافتك معنا. أهلا بيك جناب الأسيس، أهلا بكل موضوعاتك والأفكار الكثيرة والشيقة. الحقيقة لما بنرجع للعهد القديم وفي سفر التكوين بنجد أن أول جريمة حدثت في التاريخ الإنساني عندما قام قايين على هابيل أخيه وقتله. من الجريمة دي ابتدى الصراع الإنساني. وهنا السؤال، لماذا فضل الله قربان هابيل على قربان قايين؟ الأمر الذي أثار الأحقاد عند قايين بسبب رفض الله لقربانه فقام على أخيه وقتله. هو يعني ده ظاهر قراءة القصة، لكن لو قرأت القصة بتدقيق سفر التكوين نفسه هنكتشف أن العكس هو الصحيح، أن قايين كان قلبه أسود ومليء بالحقد والكراهية من أصله. ده هتلاقيه واضح في الحوار المنسوب إلى الله مع قايين، اللي بيقول عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقه. فسواد قلبه وكراهية اللي عنده في الحقيقة اتفجرت من ما وراء الحادثة وعليه. يعني طبعا هناك فهم او شرح متاسف ان نسميه السذاجه يتداوله بعض الوعاظ، وبيقول لك انه ليه الله رفض ذبيحه قايين؟ قال لك لانه قدم من النباتات. ليه قبل ذبيحه هابيل؟ لانه ذبح حيوان. يعني بعض المسيحيين عندها هوس بفكرة الذبايح وعايشين لسه في العهد القديم. وأي منطق هذا؟ اللي عنده قدمه، ده عنده فروتس، عنده فواكه قدم فواكه، وده عنده جديان قدم جديان مثلا. يعني فالحقيقة ليست هذا الهوس الديني بفكرة الذبايح، ولكن الحقيقة هي جوهر علاقة الله بالإنسان، المحبة. فهذا القايين كان مفتقرا إلى المحبة وقلبه أسود، وده السبب اللي الله رفض ذبيحته، لأنه لو أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. وده اللي تبين بوضوح لاحقا. أساس علاقة الله بالإنسان وأساس يعني شو يعني لينك، يعني إيه بقى لينك؟ رابط بين الله والإنسان هو المحبة. حال حابب أشكر السادة المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، لكن كمان نفسي أقول ليكم وانتوا بتتابعونا نفسي تكونوا بتعملوا لايك لصفحة البرنامج على الفيسبوك وتفعيل الجرس اللي موجود على الصفحة. ولو أي حد من السادة المشاهدين محتاج إن احنا
نبعت لك رسالة قبل بداية حلقتنا، ابعت لنا رسالة فيها كلمة اشترك، وإحنا هنكون بنتواصل معاك دايما بحيث تبقوا على طول بتشاهدوا الحلقة أول بأول. برضو لما بنرجع للعهد القديم، لما ربنا أخرج اليهود من أرض مصر ودعاهم ولقبهم بأن هم شعب الله المختار، هل لما الله قال عن اليهود أن هم شعب الله المختار ده نوع مش ما يعتبرش نوع من أنواع التمييز الإيجابي اللي ربنا ميز به شعب عن بقية الشعوب الأخرى؟ وإيه المعيار اللي يخلي ربنا يقول عن شعب أنه ده شعب مختار؟ يعني إيه المميزات اللي في الشعب ده خلت ربنا يختاره عن بقية شعوب الأرض؟ هو الحقيقة نفس العبارات دي قالها الرسول بطرس عن المسيحيين أنهم جنس مختار، وستجدها في أماكن أخرى. حقيقة الأمر أن الجميع مختارين، الله يريد أن كل يخلصون وإلى معرفة الحق يخلصون. ولكن الفرق بين شخص وآخر هو إنه هو يقبل هذا الاختيار، يبادل اختيار الله بأنه هو أيضا يختار الله. فالجميع مدعوين ومختارين لأن يكونوا شعب الله. الأمر سيتوقف على رد الفعل، يا ترى هؤلاء نجحوا في أن يختارهم أيضا الله ويعيشوا في بره فيبقوا مختارين بالحق والحقيقة، أم أن كثيرون يدعون أو يختارون وقليلون يخلصون. الله مختار الجميع ودعا الجميع، لكن العبرة باستجابة الإنسان نحو هذا الاختيار. طيب قبل ما نستكمل في أسئلة حلقتنا، وصلنا بعض أسئلة من السادة المشاهدين نتيجة للحوار اللي حدث في حلقة الأسبوع الماضي. الأستاذ يونان بيسأل عن الشخص اللي كان بيتحاور مع يعقوب عندما طلب يعقوب أن يباركه قبل أن يختفي عن أنظار يعقوب، فقال له أنت من هذا اليوم يكون اسمك إسرائيل. هو سؤاله بقى مين اللي كان بيتحاور مع يعقوب؟ عشان بس نحط القواعد في أماكنها، الله لم يره أحد في العهد القديم ولم يسمع صوته أو يتحدث إليه أحد قط، ده بشهادة المسيح نفسه في العهد الجديد قاطعة مانع. ومن ثم فكل الظهورات اللي ضمنت كلمة وقال الله هذه كانت ملائكة، وهؤلاء الملائكة كانوا ممثلين للحضرة الإلهية وبيتكلموا باسم الله، ولكنهم ليسوا الله طبعا وهم ملائكة. فيتفاوت الأمر بقى ما بين الأدوار اللي الملائكة كانت بتقوم بيه مع البشر مع الحوادث، وتتفاوت الأمور باستجابة الإنسان من عدمها في التعامل مع الملائكة. فالملائكة اللي تحاور مع يعقوب انتهى الموضوع بانه ضربوا على حق فخده كسره له، يبقى ما كانش يعقوب متجاوب وما كانش يعني في هارموني مع الرساله اللي هو بيبلغها له، ومن ثم يعني صب عليه نوعا من التاديب وهكذا. فلابد ان يفهم ان المساله هؤلاء ملائكة، وأن نتائج اللقاء بين هذا الملاك والإنسان متوقفة على نوعية الملاك واستجابة الإنسان للي هو بيقدمه.
سؤال تاني من الأستاذ مجدي، في اقتباس من الكتاب المقدس، ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية، الكلام موجود في سفر أعمال الرسل، وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان، ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. السؤال بقى، من أمر الملاك أن يضرب هيرودس؟ هو قبل ما نقول من أمر الملاك لازم نقول من هو هذا الملاك، لأنه هذا الملاك الذي يقتل، ملاك الموت، يبقى ده مش ملائكة الله المسبحين، يبقى ده الملاك الساقط، لأنه هو ملاك الموت. السؤال البديهي اللي أي واحد هيسأله، طب وملاك الموت يضرب ليه هيرودس الشرير؟ ودي حتة يعني واقعة خالص في فهم الناس لملاك الموت، لأن هو شرير، هو لا يقدر أن لا يكون شرير، ومن ثم فهو لا يستطيع أن يفعل غير الشر، هو روح الموت. من ثم لما هيرودس يعني زي جدف على الله، بقى لا معونة له من الله اللي هو بيجدف عليه، اعتبر نفسه إله، ومن ثم بقى فريسة سهلة لملاك الموت فضربه وموته. ففي فرق بقى، لازم دي حاجة تتفهم، مين الملاك اللي بيتكلم عنه العهد القديم؟ لأن العهد القديم ما ميزش أو ما كانش عند إنسان العهد القديم هذه القدرة التمييزية إنه يعرف من هو هذا الملاك، أهو ملاك شرير أم ملاك صالح. عندنا كمان سؤال من الأستاذ يونان، بيقول من كان الذي جاء مع ملكين إلى أبينا إبراهيم لغرض عقاب سدوم؟ هو أيضا ملاك ثالث، مفيش كلام تاني، مفيش احتمال تاني، هو ملاك ثالث، ولكن زي ما قلت في بداية الحديث إن هو بيتكلم كممثل لله، لكن الله نفسه مفيش طريقة يظهر بيها ويتكلم بيها معنا. طيب نرجع مرة تاني بقى لموضوع حلقتنا. سؤال بيقول، بين مقولة شعب الله المختار وخير أمة أخرجت للناس، صراع لم يحسم بعد، كيف ترى الحل لمثل هذه الصراعات؟ أن يدرك البشر أن الدين منظومة إنسانية وليس منظومة إلهية. في فرق بين الرسالة أو الإيمان أو الوحي اللي إحنا بننسبه إلى السماء أي شكل من الأشكال، وبين الدين. الوحي أو الرسالة الإلهية هي العمود الفقري لهذا الدين، أما الدين فهو الوعاء الإنساني الأشمل اللي بيضم دور البشر وآرائهم وخلفيتهم الاجتماعية والفكرية، ودور الملوك والقادة والرؤساء وجغرافية المكان والزمان وكل هذه الأشياء. فإذا فهم الناس أنه المنظومة الدينية هي نسيج مشترك بين الرؤية أو الرسالة الإلهية والواقع الإنساني، هنعرف نلاقي الإجابة وما فيش مشكلة. الكلام ده مش بنقول على دين دون التاني، لما اتكلم على الديانة المسيحية خلينا نعبر من الكلام على المسيحية، هل الذين وضعوا التفسيرات آباء الكنيسة بشر أم ملائكة؟ هل الذين وضعوا
العبادات والقداسات بشر أم ملائكة؟ هل الذين وضعوا الترانيم اللي بنرنمها في الكنيسة، في الكنيسة الإنجليزية مثلا، بشر أم ملائكة؟ فبرنامج العبادة والشرح والتفسير والتقاليد والموروث ده كله، هل هو من صنع بشر أم ملائكة؟ صنع البشر، صنع القديسين، صنع الكنيسة، صنع الإنسان. فمحاولة تجاوز هذه الحقيقة بيؤدي بالناس إلى تخيلات ليس في أمان. دين منظومة إنسانية اجتماعية مجتمعية بتحتوي الفكرة أو الإلهام. طيب، لماذا توجد أزمة بين مفهوم الإنسان عن الله وتطور الحضارة الإنسانية؟ لأن الله لم يره أحد قط، ولأن الإنسان يسقط على الله منتج العقل أو الحضارة الإنسانية. يعني الناس تصورت في عصور سابقة إن ربنا مولح حريقة اسمها النار، وهيرمي فيها العصاة ويقعد يحرق فيهم إلى أبد الأبدين. الناس عقلها كان مكفيها إن ربنا ممكن يعمل كده. لما نضج الفكر الإنساني مش قادر يتخيل إن الله يبقى عقله بعقل الأشرار وبهذه الوحشية التعذيبية. فبدأ الإنسان يفهم المعاني بتاعة الكلمات بطريقة مختلفة، مع أنها نفس الكلمات. ونتكلم برضو من واقع الإنجيل، يلقى في جهنم النار. هي إيه جهنم النار؟ جهنم النار وادي ابن هنوم، جه هنوم. المسيح كان بيستخدم الأمثال والتعبيرات بتاعة البشر في عصره، ولكن لما اتدقق في كلام المسيح بعد كده يوصف جهنم هذه، جهنم النار هذه، بأنها الظلمة الخارجية. خارج إيه؟ خارج الله. الله هو النور، يبقى الظلمة الخارجية يعني أن يوجد الإنسان خارج الله. المعاني موجودة، لكن العقل الإنساني مقيد بالواقع الحضاري اللي هو فيه، فبيسقط عليه تصورات الموروث الاجتماعي زي المثال اللي احنا قلنا. من هنا الناس اللي مش عايزة تجدد ذهنها وتجدد فهمها للخطاب الديني وتتعمق في فهمه هيوصلوا إلى نتائج مؤسفة، يعني إنهم هيتحنطوا ويفقدوا دورهم في الحياة والناس هترفضهم، مفيش حل تاني. في بعض الناس بيقولوا إن المسيحي كافر بالنسبة للمسلم، وإن المسلم كافر بالنسبة للمسيحي، رغم إن المسيحي والمسلم بيعبدوا نفس الإله. طيب، ازاي يكون ده صحيح؟ يعني فريقين بيكفروا بعض، وهل من سبيل للتعايش في ظل هذا المناخ التكفيري؟ هذا بيجسد غباء عقول العصور الوسطى يا سيدي. ان الناس في هذه العصور كانت قدرتها الفكرية محدودة، وكمان كانت نغمة الأنانية والافتراء على الآخر والصراع هي المتسيدة. ثم مفيش حكمة الإنسان المعاصر لقبول الآخر، ومن ثم فهذا الإنسان الأناني اللي يعني حدوده العقلية محدودة، اللي عاش في العصور الوسطى، أسقط على الدين أنانيته وضيق أفقه اللي هو رفض الآخر. الناس ما اتطورتش مع تطور العصور،
فضلت متمسكة بالموروثات القديمة الرفضوية هذه، فانتهى بحل عشان يبرر رفضه للآخر، فقال أنا كافر ما عنده وهو كافر ما عندي. لما تيجي تسأل المسيحي مثلا تقول له هل المسلم كافر عندك؟ يقول لك لا. طب هو قال كده ليه؟ هو مش عايز يبقى شكله وحش، هو اللي بيفتر على غيره، فعايز لفظ التكفير ده مش موجود عند المسيحيين اطلاق. طب انت جبت منين انك كافر عنده ايها المسلم؟ جابها من هنا، هو عايز يوصل لفكره رفض الاخر، عايز يعممها عشان ما يبقاش شكله وحش، ما يبقاش هو اناني ورافض لغيره. يقول لك لا، ما هو انا رافض، انا كافر عنده هو كافر عندي، ده غير صحيح. فده تجسيد لضيق الافق والكراهيه العقليه المنغلقه على نفسها اللي يعيشها الانسان في عصور اكثر تخلفا واكثر ظلمه من اللي احنا عايشينها. النهارده الحريه علمت الناس كل واحد يقبل الاخر. انا في امريكا بيقولوا ان الاغلبيه مسيحيين، لا الاغلبيه مش مسيحيين، الاغلبيه ملحدين الحادا سافرا. وهنا تجد اكثر مجال لاحترام وقبول الاخر. ليه؟ لانه التدين هو اللي يفرض فكرة رفض الآخر. حاجة مؤسفة، المفروض التدين يكون هو اللي بيحض على قبول الآخر ومحبة الآخر. المؤسف ان الواقع غير كده، ان الملحدين والكفرة وبتوع يعني مش عايز بقول ألبخ اكثر من كده في حق المجتمع اللي انا عايش فيه، اكثر قبول للآخر وأكثر احترام لمعتقدات الآخر وأكثر احترام لحرية الآخر. حاجة طبعا محزنة وتحتاج من أهل الدين أنه يراجعوا نفسهم، وده اللي بيخليهم أقصد الملحدين ناجحين في استقطاب الشباب، لأنه هم يحترمون الحرية والمتدينين قمعيين بالشكل المؤسف. طيب في ظل تصاعد العنف بقى بسبب الأصوليات الدينية والصراع القائم، هل من حل، هل من خروج من هذا المأزق؟ شوف يا سيس، قولا واحدا لن أتراجع عنه، أن تحاور إنسان يتخذ من العنف منهجا، أو أن تحاور إنسان يظن في نفسه أنه يملك الحقيقة المطلقة، فستكون مخطئاً من وجهة نظري. والتاريخ بيقول والواقع بيقول أن مثل هذه العناصر لا حل لها إلا مواجهة عنفها بعنف. يعني دلوقتي صار في صيحات في الوقت الحاضر انه حل مشكله الارهاب ليس بالعنف يا اخواننا، لا ده بالحوار. حوار مين؟ تحاور مين؟ تحاور مين؟ هو صحيح انت لما تعيد صياغه العقد هتجفف المنابع، لكن اللي موجود ده ملوش حل غير المواجهه بالعنف ضد العنف. مرة تاني بذكركم أعزائي المشاهدين علشان يكون في متابعة فعالة وإيجابية ومثمرة، بذكركم أن أنتم تعملوا لايك لصفحة البرنامج على الفيسبوك. صفحة البرنامج اسمها باسم البرنامج الإنسان والإيمان. كويس أن كل واحد بيتابعنا وحابب يتابعنا الوقت اللي جاي يكون بيحط لايك على الصفحة ويكون بيفعل الجرس،
وكمان لو عايز نبعت لك رسالة كل أسبوع قبل ما نبتدي حلقتنا، ابعت لنا رسالة فيها كلمة اشترك، وإحنا يسعدنا إن إحنا نكون بنتواصل دائما كل أسبوع وبننبهكم بموضوع حلقتنا وبوقتها. السلطة الدينية على مر العصور بتتوهم إن هي بتمتلك الحقيقة الوحيدة المطلقة، ودايما أي حد صاحب عقل ناقد ينتقد أو يفكر دايما بيكون في صراع بينه ما بين الأصوليين. إزاي نعمل مخرج من الأزمة دي؟ برضو نفس الفكرة يا سيس، لا حل سوى الثورة على هؤلاء. خلينا ناخد النموذج من التاريخ المسيحي عشان نبقى بنتكلم على قدنا. كان بابا روما هو ملك ملوك أوروبا، وشوفها الحقبة اللي كان فيها هو البابا ملك ملوك أوروبا كيف كان حال أوروبا، وقارن بين لما ملوك أوروبا حصروا البابا في الكنيسة وبس، وبقت دولته هي الفاتيكان بعد ما كان هو ملك الملوك، وبقى شغلته الكنيسة وبس. شوف بقى حجم الانفراجة والتقدم الهائل اللي تقدمت بيه أوروبا. طول ما أنت كمجتمع عاطل فرصة رجل الدين أن يكون هو الرأي الأخير في قرارات البرلمان بتاعك، لا تتوقع أي شكل من أشكال التقدم لبلدك، بل توقع مزيد من التخلف والتراجع. ده اللي التاريخ قاله. فلما تسألني جنابك وتقول لي الحل إيه؟ حل الثورة على رجال الدين هؤلاء، ثورة حتى ينحوا عن شؤون الدنيا تماما، ويفضلوا في المعابد بتاعتهم سواء كانت كنائس ولا مساجد ولا معابد بوذية ولا هندوسية ولا أيا كان اسم المعبد. هو رجل دين يشتغل دين وبس، ويسيب الناس تعيش، ويسيب الناس تفكر، ويسيب الناس تمارس حريتها. لكن إذا كان الناس مخدوعة بدرجة أنها لسه عايشة في منطقة أن كلام رجل الدين هو كلام ربنا، يبقى يشربوا بقى، يشربوا تخلف، ويشربوا حقد، ويشربوا تمييز، ويشربوا قمع، وكل المخرجات والمنتجات بتاعت رجال الدين على مدى العصور. طيب دلوقتي في نبرات كتير بتدعو للانقسام والتكفير، بينما الدعوات للتسامح وقبول الآخر هي موجودة بس صوتها مش عالي زي نبرات التكفير. يا ترى إزاي نخلي الصوت العاقل المعتدل يعلو فوق صوت التطرف؟ يا جناب الأسيس، أنا كل فترة بأتقدم بمبادرة من مبادرة الاعتراف المتبادل في السنوات اللي فاتت، مبادرة تعالوا إلى كلمة سواء أن نعبد الله ولا نشرك به أحدا في مطلع السنة الجديدة. ولكن لا توجد آذان تريد أن تسمعك وتلجأ إلى مؤامرة الصمت. يعني هو لا يريد أن يسمعك لأسباب ممكن نعالجها برضو، ولكن لا يريد أن يتصادم معك، لأنه لما أنا جاي كأسقف مسيحي بمثل كنيسة في أمريكا سرة العالم حاليا، وبقول تعالوا إلى مبادرة جديدة، تعالوا إلى كلمة سواء، ودي
ودي من التراث الإسلامي أو من الفكر الإسلامي، أن نعبد الله ولا نشرك به أحدا. أنا المسيحي اللي بدعوه بالمنطوق الإسلامي، والآخر أنت تقاومني يبقى أنت هتخسر القاعدة الشعبية، محدش هيقف جنبك. طيب هو لا عايز يأتي إلى كلمة سواء ولا عايز يخسر القاعدة الشعبية، فيلجأ إلى مؤامرة الصمت. طب هو ليه مش عايز؟ لأنه بيجد في التعالي على الآخر وتكفير الآخر وجوده، لأنه لو وافق على أن نأتي إلى كلمة سواء ومبقاش معاه السيف اللي بيشيره في وجهك أنك مشرك، خلاص مادام بقينا زي بعضينا يبقى خايف على وجوده، لأنه بيحقق وجوده من خلال الظلم والافتراء في الأفكار اللي بيوزعها. ونرجع تاني ونجاوب على سؤال جنابك، الحل إيه؟ الحل هو الثورة على رجال الدين هؤلاء. تقول لي الثورة إزاي؟ كل حسب مكانه. أنا راجل ما عنديش غير الفكر ما عنديش غير القلم، فأنا هفضل بالفكر والكتابة والقلم أثور على هؤلاء الذين أراهم طغاة وغير صادقين في كلامهم مع الشعب. لو أنا الآن في السلطة، لو ما اتخذتش قرارات من السلطة أقاوم بها رجال الدين هؤلاء أكون مقصر. لو أنا الآن صحفي أو إعلامي وهكذا، فالثورة كل بحسب موقعه وكل بحسب إمكاناته نتضافر معا أن نخلع رجال الدين هؤلاء من التسلطن على حياتنا الفكرية والثقافية، وليس بقى زي ما قلنا من شوية نحصرهم في الدين، لا، وأضيف بقى وأن نجبرهم على الخروج من ضيق الأفق إلى اتساع العقل والقلب. كده عزيزي المشاهد بنوصل لنهاية حلقتنا، الدعوة إلى ثورة، ثورة فكرية. وأفتكر مصطلح ثورة كان سبب استخدمه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال نحن نحتاج إلى ثورة دينية. وثورة دينية هي ثورة فكر، ثورة تجديد، ثورة تنوير، ثورة على الفكر المتخلف الماضوي الرجعي الجامد المتعصب اللي رافض أنه يتطور ويساير العصر. طبعا الثورة دي محتاجة إلى عقول شابة نابضة بالحيوية، ومحتاجة لنضال طويل. وأنا بثق أني لما كل واحد فينا في مكانه في موقعه يثور ويناضل، بالتأكيد لابد أن يحدث تغيير في هذه المجتمعات المليئة بالتعصب والكراهية. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم نيافة الأنبا ماكسيمو، شكرا جزيلا لوجود نيافتك معنا. أنا اللي بشكرك جدا يا جناب الأسيس لأجل هذه الموضوعات الجريئة والشيقة والثورية. أشكرك عزيزي المشاهد لمتابعتك لحلقتنا، يسعدنا أن نكون دائما على تواصل. عناويننا بتظهر قدامك على الشاشة، لو عندك أي سؤال أي مداخلة أي موضوع حابب أن احنا نكون بنطرحه للنقاش، يسعدنا أنك تكون بتبعت لنا وتكتب لنا. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة